نفخر ونعتز دائماً بشبابنا البحريني المبدع، ونسلط الضوء على قصص مشاريعهم لتكون حافز وإلهام لغيرهم من الشباب، وهذا هو واجبنا لأننا نصنع التمهيد. اسمي دكتورة نور ميرزا العلي، دكتورة أسنان. فتحت لي مشروع شنطات. أول شيء بديت المشروع عام 2018 خلصت جامعة ورجعت البحرين. أيام اللي كنت في الجامعة كنت أعاني من مشكلة أنه ما عندي شنطة أن أحمل فيها أغراضي، والمشكلة الثانية اللي كنت أشتكي منها أنه يوم رجعت البحرين بعد ما عندي شنطات أستخدمها مثلا حق المناسبات أو هالأشياء. كان عندي مشكلة أن أني كنت متعودة في الأردن يكون عندي my own pocket money وكنت أصرف فيه على كيفي، يعني مو كل بين فترة وفترة لازم أطلب من الوالد أو الوالدة أن يعطوني فلوس. فبعدين كنت أحب أجمع خلق واجد، فقمت اجمع الخلق اللي عندي، وكان ليله النص شعبان رحت اخذ لي رحت الخلق وديته حق الخياط عشان افصل لي شنطه حق ليله النص. انزين وبس، من هاليوم اخواني شجعوني ان ليش ما تسوين، ليش بعد مشروع انت اوريدي تحنين تبين فلوس زياده وتبين يصير عندك مشروع. فحلوه الفكره انك تبدي مشروع، عندك نظره ابداعيه حق في هالمجال. فقلت اوكي. يعني أول مرة بديت كنت رايحة ويا أمي أشتري خلق، قمت أجمع الخلق أحطهم على بعض أشوف شنو يناسب شنو ما يناسب شنو الماتيريال اللي لازم أخذه وكذي. إنزين في البداية كان الموضوع صعب، يعني أدور ماتيريال المناسب اللي يعني يتحمل الأشياء اللي بنحط داخلها. أول شيء كانت فكرتي إنه بس أنا أحط مثلاً تلفون مكياج حق طلعات بسيطة. إنزين فكان الماتيريال اللي أستخدمه خفيف. بعدين شفت لا ان في ناس قامت تطلب شنطات تحط داخلها كتب، فشوي شوي ان الماتيريال كان مو اوكي. فانتقلت لمرحله ثانيه ان اني لازم ادور على ماتيريال اقوى. بعد في شيء ثاني كنت في ناس قاموا يطلبوا مني، قاموا يقولون ليش ما تسوين كستمايز لابتوب باج. انزين قلت لهم اوكي عادي انا احب اجرب. طبعا الافكار اللي جت في المشروع كامل كلها من عند الكاستمر، هم اللي قالوا لي سوي لابتوب باج. في واحده جت قالت لي تبغى شولدر باج اللي اسويها. اخر شنطه سويتها لنفس تيدي بيكر، هاي بعد من كاستمر يعني. فالكاستمرات هم اللي يعطوني الافكار ان اني اسوي شنطاتي. ففي البدايه اول شنطه سويتها شنطه لابتوب صغيره كذي حق مرت اخوي، قالت لي سوي لي، سويت لها. الماتيريال كان صعب، ف سويت لها اللابتوب باج وكان فيها واجد اغلاط. الحين اول شيء كنت اسوي بخياط عادي، عقب انتقلت لخياط ثاني عشان يضبط لي الشكل اللي لازم يصير حق اللابتوب باج. خلصنا منها بعد كان شويه مو اوكي، لين ما دورت خياط ثاني عشان يضبط لي الشكل. يعني اللابتوب باج يبقى لهم الخياط والشكل لازم يكون واجد قوي عشان يتحمل اللابتوب وما يصير ما ينشق بسرعه. زي خلصنا من اللابتوب باج وقمت اغير من اول شيء كنت استخدم خلق مخمل الين ما وصلنا للجلد. الجلد بعد كان راي كاستمر انه ليش ما تستخدمين جلد. حتى الجلد اول شيء استخدمت ماتيريال بعد ما كان هيفي ديوتي، يعني كان خفيف، لين ما حولنا الى واحد انه الليذر انه يستحمل الشنطة الأغراض اللي يحطونهم الناس داخل الشنطة. فأحين أي كاستمر تجيني أقول له تسألني تكفي الشنطة أحمل واجد أغراض، أقول له عادي تحطين بيتكم تطلعين منه تطلعين بها لأن كل شيء تكفي. وبعد في شغلة إن أنا قبل لا أعطي الشنطة الكاستمر أكون جربتها على روحي قبل، عشان إذا صار أي شيء أنا أوريدي كنت مجربتها، وإذا صار يعني انشقت أو أي شيء أوكي أنا جربتها فأقدر أعدل عليها قبل لا تروح للكاستمر. على قولة المرحوم الشيخ آل صباح كان يقول إنهم كلهم عيالي، فأنا الشنطات كلهم أحبهم، كل واحدة لها قصة. يعني أزيد شنطة لها قصة كان يوم حنتي حق عرسي جاية الحناية، وكانت شنطتها يعني أني صراحة أشوف أسنان الشخص وشنطة الشخص، هالاثنين أشوفهم لازم أول ما أشوف أي شخص. زين فشفت شنطتها اللي أقول لها شكلها يبقى لي شنطة جديدة. انزين فخذيت فحنتني وخلصنا الحنه. عقب ما خلصنا يعني هاي العرس وما ادري شنو
خديت نقشة الحنة من على إيدي كانت وصممت لها الشنطة وطرشتها لها. استانست عدل، هذه من أقرب الشنطات لقلبي يعني. في واجد صراحة يعني كلهم لهم قصة، كلهم لهم يعني كلهم حلوة أحبهم. حتى لو شفت شنطة عند أحد ما أقول له هاي شنطة، أقول له هاي شنطتي يعني، أنا واجد أحب شنطاتي. إذا بسوي الشنطة أول شيء ساعات يجون الكاستمر إنهم ما يعرفون شنو يبون، شنو شكل الشنطة، شنو الألوان اللي يبونها، وش يبون يكتبون عليها. فهني شوية يبدي عندي علم النفس يشتغل. إنزين، فأقعد أسأل الكاستمر شنو تحبين لون، شنو تحبين عبارة، شنو أقرب شيء لقلبي، شنو عبارة ما تنسينها، عبارة تحفز، ألوان شو اللي تحبينها مثلا. حتى اللون إذا باخده حق الكاستمر ساعات أسألها شلون اللون بيأثر على شخصية الكاستمر نفسها. إنزين، وشنو اللون بيأثر بعدين في المستقبل، يعني مثلا في واحدة كانت مخدة بنفسجي، أقول لها شنو أثر اللون البنفسجي على نفسها وكذي، يعني حتى البنفسجي بيأثر عليها بعدين إذا كانت هي بتشوفها كل يوم. فشيد أقعد أسأل أسئلة لين ما أوصل للفكرة الكاملة عشان أصمم لها الشنطة. أو في بعضهم يعني اللي يريحوني كلش يقول لي أنبي هالعبارة هاللون هالشي، أسوي لهم الشنطة وتعجبهم خلاص بعدين. فأول شيء أول يومين كذي أتم أني ويا الكاستمر نسولف لين ما نطلع الشنطة ككل، بعدين أصممها لها أراويها أخذ أبروفد منها وخلاص. بعدين تروح الشنطة إلى الخياط. الأول شيء التطريز مطرز عليها تقريبا هو كامل. أنا أعطي الكاستمر شهر على ما تستوي الشنطة عشان أتأكد أن تكون بيرفكت الشنطة، وأسلمها للكاستمر بطريقة أن أنا أكون راضية وهي تكون راضية في النهاية. أول شيء لازم أي واحد يبدي مشروع يعني عنده أكيد عنده تطلعات للمستقبل، بس حتى لو كان المستقبل يعني ما بنقول 10 سنوات، خلنا نقول 5 سنوات. يعني مثلا أنا بديت الحين مشروعي صار لي 5 سنوات، من هالخمس سنوات كلهم صارت يعني في واجد مراحل مريت فيها. هالسنة بالذات حلمي بس الوحيد إن أنا أوصل 5000 متابع فقط. إنزين، شوي شوي مع المستقبل لما نوصل أوصل ال10000، أبغى أوصل لين على دول الخليج، دول مدارة العالم، إن نوصل شنطات توصل لناس أكثر. بعدين أبغى أوصل إنه يكون عندي طبعاً ما حد ما يحلم يكون عنده محل خاص فيه وخلق الخاص فيه، يعني حتى الماتيريال اللذر أبغى يكون بس أنا الوحيدة اللي يكون عندي اللذر مالي، ما يكون موجود في أي مكان ثاني. يعني ما حد ما يحلم إنه يكون ينافس شركات خليجية وعالمية. طبعاً كل واحد فينا الله ما خلقه على هالأرض إلا يكون عنده موهبة. ما في أحد الله خلقه بدون موهبة، حتى لو إحنا ما كنا ندري إن عندنا هالموهبة. مثلاً أنا ما كنت أدري إن أنا بقصد دكتورة أسنان في البداية. داخل كل دكتور أسنان في من كلمة دنتس في داخل أرتست. فأني يمكن من هذه بعد شوية حصلت هاي الموهبة، يمكن خلنا نقول إن هي تكون عندي. أني ما كنت أدري إن عندي مهارة التصميم، ما كنت أدري إن عندي مهارة التسويق. شوي 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 ويا الوقت ويا التجارب حاولت مرة مرتين ثلاث، يمكن طحت مليون مرة عشان بس إن أني وصلت للشيء اللي الحين أنا قاعدة أوصل له. فنفس ما قلت إن كل واحد فينا داخله موهبة لازم يحاول ويبحث عنها عشان يوصل للشيء اللي هو الشيء اللي هو يبغاه. مو شيء الناس، مو شيء اللي يعني الشيء اللي بيطلعه للمجتمع. لازم الإنسان يبحث عن ذاته في كل مكان. يعني حتى لو مثلا جربت أني التصميم أول مرة ما نجحت فيه، بحاول مرة ثانية وثالثة، بعطيه فرصة. إذا ما حسيت أني مو مصممة أكيد بتجه للتصوير، بتجه لأشياء ثانية لما ألقى شغفي وين يكون. فكلنا لازم نحاول، حتى لو يعني فرص العمل بتكون مو لازم ان احنا نتقيد بشهاداتنا. اذا ما حصلنا فرصة في سوق العمل عادي الواحد يبحث في اشياء ثانية. مثلا اني دكتورة اسنان مالي شغل في التصميم، صاروا ويا بعض، كل شيء كلش ما له دخل. عادي واحد احنا نكون في شرق والشيء الثاني اللي نحبه يكون في الغرب. فالرسالة الأخيرة اللي ابغى اوصلها ان الواحد لازم يبحث، لازم يدور. حتى لو ما عرفتون اسألوا. في ناس واجد تقدر يعني
تقودكم الى الشيء اللي انتونا تحبونه. يمكن انتونا مو شايفين فيكم الشيء اللي انتونا مبدعين فيه، في ناس غيركم يقدرون يكتشفون شنو النقاط الابداعيه اللي هي عندكم. فكل اللي اقوله ان انتوا لا تيأسون، يعني لو أنا كنت ما حصل شغل للحين أنا ما بيأس أن أنا يكون عندي مشروع وبكبره وبشتغل عليه وبركز عليه كامل. صدق أن عندي شهادة، بس الشهادة حتى لو ما اشتغلت فيها لازم أدور زيادة في نفسي عشان أكتشف أني وين لازم أكون في المجتمع. كل واحد هو يحط نفسه في المجتمع. كلمة أخيرة للباحثين عن عمل، كل اللي تقدر تسوي أن أنت حتى لو حصلت شهادتك وما حصلت فرصة عمل، كل اللي عليك ان انت تطور من روحك. اذا حصلت ان شهادتك كانت واقفة عائق قدامك، اسعى الى شيء ثاني، روح ادور، يعني ابحث، اخذ دورات، حتى لو ما نجحت في هالدورة اخذ دورة ثانية لين ما تحصل انت شنو لازم تكون، شنو تبغى تصير في النهاية، عشان توصل للانسان اللي تطمح له وتحقق ذاتك في النهاية.